بنشوف عن بعيد شي عم بيصير، منتفاعل معه، منجرب نحكي مع الأشخاص اللي عم نشوفهم أو مع الشي اللي عم نشوفه، ومننهي بأغنية تلبق مع الموضوع. طب ممكن يعني فكرة مثلا بسيطة أو حاجة ساعدكم بفكرة؟ عندك فكرة معي؟ أنا كمان أنا ما حضرت أصحابي بيعملوا هايدي حضرت اه كان بس بقالنا اسبوع ونص تقريبا. اي شيء عم بتشوفوه عبعيد اوكي ممكن يكون ما بعرف انتو شايفين شي مره بس شت الدنيا كيف بتصير المي كيف بيغرقوا العالم كيف ما بعرف ممكن يكون عجقة سير مسكر الاوتوستراد انتو بالسياره عم بتشوفوا عبعيد واحد كاميون كابب الرمل والتراب وحجر ومسكر السير وعلقانين بعجقة السير حتى كرسي تاني قاعدين انتو خلص طفيتوا السياره عرفتوا شو قصدي؟ ما تفلس خلص طفيتوا السيارة ظهرتوا من السيارة ظهرنا من السيارة لا ممكن نقف السيارة ونظهر ونطلع شوية لا حبيبي بقول لك شيء نسيم لنتفق لنتفق أنا ولا مرة بفرض شيء أنا بعطي أفكار بعطي اقتراحات تشتغلوا بصلح هلا عم اقول لك انه اذا ما اذا عجقت سير ومش ماشي السير وبدك تشوف شو في بعيد منطقيا شو بتعمل؟ بتعصب بفتح الباب بس منطقيا تتعرف شو عم بيصير ممكن انزل من السياره ممكن اطلع على ظهر السياره تشوف شو اللي مسكر السير وعجق الدنيا يعني ما تروح اذا بنتي قالت انه انا ظهر سايب بظهر من السياره يمكن انا ما قلك ظهر من السياره يمكن قلك ظهر يمكن انت ما تحس انك يمكن قاعد بالاير كونديشن برا شوب فطيس وانت ما بدك تظهر من السياره يعني ما في شيء انا بلزمك فيه انا بس بدي بالتمرين ثلاث مراحل انتوا علقتوا بعشقه سير مسكر الطريق في شيء عم بعيد عم بتشوفوا هيدا الشيء عم بتجربوا تحكوا معه مع الشوفار مع الناس في اثنين عم بيتخانقوا ما بعرف شو في وبالاخر اغنيه يا تشتغلوا بصلح ساي في فيك ما تسالني فينا فيك تعمل بدك اياه ما في فينا عندي هيدا السؤال ممنوع لانه اصلا ما حكينا مع بعض قبل يعني على شو بدنا نعمل وما ضروري تحكوا مع بعض اذا اجي مكانك انا ايه رايك انت تسوقي يعني تعالي سوقي يا 5 4 ما ننسى لازم نحكي مع الناس على بعيد رميت اسم من هنا مش مخلص 5 4 تنسونا كليا نحن هون 3 2 1 توب سمري سمري دو سمري يا عمي ما عارفش في ايه بقالنا ساعه واقفين على النظام ده اكتر شيء بكرهه انا نطره اكتر شيء اكتر شيء هات البتاع اللي جنبك دي خلينا نشوف ما عارفش في ايه ما عرفتش انت مش راجل ما تقوم تشوف في ايه قوم زعقله في واحد سابد الشارع قدام هيعمل ايه اتحرك انت يا ست ما تعدي في يما طب ليكو بدي اسال سؤال انتوا ليه عم تضحكوا هلا؟ والله ما اشبه هيدي والله ما اشبه هيدي والله اشبه معصبة في يمه مصري يعني
هلا قد ايه قدموا لنا؟ دقيقة مزبوط؟ أكثر من دقيقة ما تقدم بهالدقيقة في كان شيء مقنع؟ أوكي أنا التلميذ اللي بيعطيني 10 ثواني مقنعة يعني بيقدر يعطيني دقيقتين وثلاثة وأربعة وربع ساعة. إذا فيكم تعطوا هالعشر ثواني هلا يلي هن ما كانوا عاطلين أبدا يعني فينا نعطي أكثر. لأنه وقفته رح صلح بس ما نرجع نكمل، أوكي؟ شغلة أساسية لما نكون بالسيارة ما فينا نظهر من السيارة ولا ما نفتح الباب. أنا فتحت الباب. لا لا فتحت. بس قرب شوي. قرب شوي. قرب 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 فيه، إيه. وخليني أحس بفتحة الباب هلا. إذا بدك يعني عم بسهلكم، إذا بدك ما تقص تفتح باب كثير، يا تطلع من الشباك يا اما افتح الباب شوب، يعني فتح الباب لأنه خلص أوقات مثلا بس تعلقوا بعجقة السير وهيدا افتح الباب خلي فوت شوية هواء، افتح الشباك افتح يعني وتركوا مفتوح. يا فتحت الباب وتركته مفتوح تتفوت وتقعد، يا فتحت الشباك وتركته مفتوح وحلو تطلع من هيك من يعني ايه. وانت نفس الشيء بس بدنا نحترم لان نحن خلقنا سياره، بدنا نعرف انه هالسياره لها حدود، اوكي؟ اذا ما ظهر منها شوف فيه اول مره شوفوني اول مره شوفوا ما اصبحوا يعني كذا طيب يا امه مصرية في أول مرة لكل شيء بالحياة مظبوط؟ هي أول مرة بتشوفوها مع صبح بتكتشف حاجات جديدة في إيه؟ بس أنا شفتها بالإيفال مقهورة ومعصبة من محمد سعد مقهورة وحزينة إيه؟ بس كنت كتير منيحة هلا هلا كتير منيحة هاي الجملة بس شوي أوكي يلا تحرك وينك حلوة؟ إيه إيه بس إيه على فكرة نسيم انت ما بتستهون بحالك، الاكسبريشن تبعولك كانوا كثير حلوين يعني كثير ما بدي شيء اكثر، انا هيدا النوع التمثيل اللي بحبه. اوكي كل ما بتكونوا صادقين مع حالكم كل ما نحن مبسوطين، اوكي؟ بس بليز ما بقى يعني ما بقى تقطشوا، خلي نعمل كنترول على حالنا، في جمهور في ناس عم نحضر. اوكي؟ بليز لانه اول مره بنحضر ومش عاملين مع بعض، اذا فيني ابتسمت شوي هيك يعني اخذوني شوي. ايه بدي اقول لك شغله هلا انا بتصالح. اوقات بس تكونوا معصبين ومنرفزين ما بتقدر نعملوا كرايز ضحك صح يعني افترض تضحكي شنو معقول لا معقول واحد يقعد 4 ساعات بالسياره يعني استخدمها يا حبيبي يا نسيم يا حبيبي اذا ضحكت استخدمها وهو قال لك شوفي عم تضحك الا اول مره بشوفك معصبه حطوها بقلب المشهد صح صح زقفه لوضعها حطوها بقلب المشهد ليش ما قلت لها اول مره بشوفك معصبه ليش ما قلت لها هلا لها بالمشهد اوكي لانه احنا ضحكنا وكل الناس ضحكت هلا الناس قاعدين يضحكوا انتبه انت ما لك علاقه قطش المشهد ما انت قطشته انت قطشته نحن حرين نضحك المشاهد حر يضحك يشتم ويزعل ويشتم ويحمل حاله ويظهر حر يعمل بده اياه المشاهد انتوا ما لازم توقفوا اوكي يعني مدام بيتي لو مثلا بجد والله حصل فعلا وممثل اتشتم في مصر بس بتصير بتصير اكيد بتصير بكمل ممثلين بيتعصبوا ويزعقوا بتكمل عادي لانه البلا اخلاق هو المشاهد ساعتها لما نشتم مش الممثل اذا ما عجبه بالمسرح بيعمل حاله بيظهر بس ما بيشتم اوكي يا خطني من الاول 5 4 3 2 1 top ظهري وجعني مش ده المشوار اللي انت اقترحته؟ وانا عارف منين الزحمه دي هتيجي كل شيء بتحطه عليا كل شيء بتحطه عليا طب يا عم انزل بس انزل شوف اي حاجه تحت بقى ايه؟ بقى لنا ساعه واقفين على النيله اللي احنا واقفين فيها دي هحمل العربيه كده واطير بيها يخرب بيت كده
ما تنزل يا عم انت مش راجل ما تشوف في ايه. هنزل اعمل ايه؟ انت بتزعقلي كمان يعني انت واخدني معاك مشوار منيل على نيله وعلى دماغك وكمان بتزعقلي. كنت ممكن ترفضي المشوار ما كانش ما حدش طلبك على ايدي. بقالي يومين برفضه. اقول لك انت اصلا زي قلتك. ايوه انت عدي يلا عدي بقالي ساعه واقفه الاشاره. الله يخرب بيت الستات على اللي بيسوق على اللي جابوه. اه انت اه مين حضرتك؟ القرف ده. مفيش طريق تاني؟ طريق تاني. عارفه نفسي اعمل فيك ايه دلوقتي؟ لا بس ان انت عارف امك بتزعل لما بضربها. وانت ابوك بيزعل لما بضربك. هنقضيها كده؟ هو ده المشوار. مش هنعرف نتحرك من هنا. دماري الخناقة دي مش هتتفضي يعني خلاص؟ هنفضل واقفين كده طول النهار؟ ما تنزل ما تنزل يا راجل انت اتصرف. انت بتضحكني؟ مش كفاية خلينا نسوق. ما قلت لك انا تعبان. الله يخرب بيتك يا شيخ طلعني بقى انا عرفت منك طلعني. أول مرة بشوفك معصبة بالشكل ده. هم مرة بشوفك معصبة بالشكل ده. بس شكلك حلو لما بتعصب. نسيم حرام عليك والله يا نسيم انا تعبت. انا بقالي ساعتين قاعدة كده وجايبة العيال من الصبح من المدرسة حرام عليك انا مش قادرة. ننزل نتمشى؟ ماشي. يلا. انا مشيت على السيارة. طلعت على الصفحة. زحمة يا دنيا زحمة. زحمة وتاهوا الحبايب. زحمة ولا عدش رحمة مولد ويا صاحبة. صوتي راح حرام عليك. بس برد جوه يلا طيب مهضوم غير انه مشيتوا على السيارة. لا بس لذيذين كتير لذيذين يعني هيك قنعتونا بكوب المهضوم كتير. طيب بلش اكزرسيس. بس ما كانت في اكزاجيراسيون شوي بالضحك؟ اي بلا لازم يعملوا كنترول لحالهم. اكيد صار في اكزاجيراسيون بالضحك بس عم بيعرفوا يعملوا كنترول على حالهم. بس هيدا شيء بس انا ما وقفت يعني ما وقفت خليت مكمل يعني على كل حال. هالمره قال لها مهضومه كثير لما متعصبه يعني عرف يلعبها انه عرف ما يعني ما شغلنا نحن شو ريبيتيسيون ريبيتي. هلا لو انا هيدا المشهد بدي مزبوط اوصل لمشهد مشهد برجع بعيد برجع السيناريو بكتبه برجع بقرر انه بتصير هيك بتصير هيك بتصير هيك مره على مره بيركب. بس هيدي هيدي بس هيدي عندك خطيره بالتمثيل. ها في ايه يا امك اول مره بتشوفوه عم مثل حتى لما طلعت على النوتة وما صبرت قالت راح صوتي راح سيرك. هيدا اللي حلو يعني افترض اذا انت بمشهد وطلعت على النقطة مش منيحة أو هيدا فيك تفوتها بالمشهد إنه عصبت كذا ضاعت من النقطة فيك ترجع تنزل. التمثيل بيقدر يساعد كتير الغنى لأنه بتقدر كل شيء بذكاء تظهر منه. صح كل غلطة فيك تظهر منها بذكاء لما بتكون بمشهد تمثيلي. يا إكزرسيس جديد واليوم